روبرت أوبنهايمر، ماذا فعلت بالعالم يا رجل؟ هذا الشخص الذي ولد في نيويورك عام 1904 لأبوين ثريين، كان نحيفا ضعيف البنية ويعاني آلام القولون. أرسله والده إلى نيو مكسيكو ليتعلم ركوب الخيل ويقوى عوده قبل أن يتابع الدراسة. سيرته مع الحياة وتفاصيل التعلم طويلة جدا. كان عبقريا في كل ما تعلمه حتى حصوله على الدكتوراه في الفيزياء وهو في 22 من عمره. يتكلم 6 لغات بطلاقة. طباخ السم النووي أوبنهايمر قال: إنني أخشى أن 20 مدينة في أمريكا يقطنها 40 مليون إنسان قد يتبخرون بلحظة. فماذا تقول إذا علمت أنه بعد رحيلك وصل السباق النووي إلى ما يصنع الجحيم بحق؟ إن كيلوغراما من وقود الانشطار النووي تزيد قوته 20 مليون ضعف على انفجار كيلوغرام من TNT. والعالم مع كل رائحة حرب يشتم السم النووي ويصلي حتى لا يضغط أحدهم الزر الأحمر.